تحت شعار بناء جسور من أجل التنمية والتشغيل نظم اتحاد مقاولات المغرب لقاء خاصا مع الوزير الأول الفرنسي بشراكة مع نادي رؤساء المقاولات فرنسا المغرب المنتدى جاء في إطار سلسلة من اللقاءات التي يعقدها مسؤولون مغاربة مع مسؤولين فرنسيين تزامنا مع الزيارة الرسمية للوزير الأول الفرنسي للمغرب المغرب عنده نمو اقتصادي وكاين فرص الاستثمار بالنسبه له المقاولين الفرنسيين الركيزه الثانيه بان خصنا نقوي ونزيدوا في الديناميه ديال التشارك ما بين المستثمرين المغاربه ومستثمرين فرنسيين وكذلك فرص فرص دينامية اقتصادية في القارة الافريقية. المقاولات الفرنسية تتوفر على مهندسين اكفاء. الان استبدلوا كلمة فرنسا بالمغرب. المقاولات المغربية ممتازة والدليل هو اننا لدينا شراكة قوية مع اتحاد مقاولات المغرب بأطرها الكفاء والممتازة. لقاء يجمع عددا مهما من الشخصيات البارزه في عالم الاقتصاد والمقاولات بهدف تدارس سبل التعاون الاقتصادي وافق الاستثمارات بين المغرب والجاره فرنسا اتفاقيات ومشاريع تعقد الواحده تلو الاخرى من اجل تبادل الخبرات واحداث التكامل بين القطاعات والمكتسبات الافريقيه والاوروبيه المغرب لديه ست قطاعات بين الرقم والصناعة والفلاحة والبنية التحتية والسياحة، لهذا فرنسا تطمح إلى إقامة استثمارات مشتركة بين المغاربة. هناك العديد من الأشياء يمكن العمل عليها في التنمية المستدامة وتنمية الخدمات التشاركية. اهتمامنا بالمغرب يرجع إلى أنه أكبر قوة فلاحية في القارة الإفريقية واليوم هدفنا هو تطوير منتجاتنا بالمغرب كمرحلة أولى للسير قدما بالاقتصاد الوطني المغربي والإفريقي المنتدى شكل فرصة لتعميق التعاون المغربي الفرنسي في الجانب الاقتصادي فلطالما كانت الجمهورية الفرنسية صديقة للمملكة في شتى القطاعات الحيوية